بزاف. السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد لا فيديو على مدينه الحجب. واحد المدينه اللي واعره صراحه بزاف بزاف بزاف، يعني واحد المدينه اللي واعره. وان شاء الله غادي نوريكم كاع الاماكن اللي زوينه فيها والماء ديالها العيون. تبعوا معايا هذا لا فيديو هذا باش نوريكم المدينه هذه. صراحه هاد الايام هذه في هاد الظروف هذه، هاد المرض اللي جاي، هاد وباء كورونا، صراحه افتقد بزاف السياحه، كسات بواحد الدرجه كبيره. ما تصورش بحال مدينتي فلان، هي خاويه ما فيها والو، حتى حجب تستحق زياره. مدينه زوينه جبليه كتوجد في الاطلس المتوسط وزوينه. كنتمنى ان شاء الله يمشي هاد الوباء هادي باش ترجع الحياه كيما في الاول، حياه عاديه، ديروا هاد الكمامه هادي باش المهم ديروا كمامتكم، تبعوا السلامه الصحيه ديالكم ان شاء الله يدوز هاد الظرفيه هادي. فانا كنت واجد فوق مدينه الحجب. الله الوطن الملك، بلاصه سميتها عين خادم على ما اظن، بلاصه سميتها عين خادم صراحه فيها ما يتشاف. نوريكم واحد الاماكن فيها تما زوينه. واجد هنا واحد غرب. شوف فين واصل. الناس عايشين هنا في هاد الغيران هادو. البلاصه هادي كيكون فيها الماء كيدير بحال الشلال هنايا. هاد الحجر هذا كتشوفوا كيفاش داير، كيدوز الماء هنايا بزاف، هنا كيدوز الماء هنايا، يعني واعره، كيكون واحد المنظر لي زويون. دابا ما بقاش هادشي، اما ما تهلاوش فيها، اما قطعوا الماء، ولا مارش، ولا الصيف هذا تقطع الماء. كيجي الماء هنايا، كتعمر هاد البلاصه هادي، كتعمر بالماء صراحة. الله إلا كنتأسف أنا فاش كنشوف بحال هاد الديكور هدا، كان واحد الساعة واعرة في هاد واعرة هاد البلاصة هادي. دابا مبقاش كيما كانت في اللول، كيكون هنا الما وكازو صراحة. الله معرفش علاش معطوهاش الأهمية. مدينة الحجب اللي كتمتاز بعديد من العيون، وكتخضع حاليا ببعض الأشغال لتهيئة عين خادم باش تعطي جماليتها من جديد لجذب السياح وزوارها. عين خادم كتعتبر من أفضل الأماكن السياحية واللي كتعطي جمالية لمدينة حجب. هاد العيون فيها ماء بارد ونقي جدا، ونخليكم تشاهدوا بعض لقطات جميلة لمدينة الحجب. بلاصة عين خادم الابتدائية، البلاصة هادي سميتها عين خادم صراحة. واحد البلاصة اللي واعرة بزاف فيها العيون، هنا كاينين الماء صافي صافي بزاف، واحد الدرجة يا سلام.